شتو قادك الله معصب يعصبيت جبريل ني غيعصبيت اسرافيل ني غيكسيد الزمان ني مثلا ني زما الزيت نتا قبريس شان حاجه تموت وقع لك جنة غادي السماء السابعه شوارتي النش كنسلك روح الشيخ روح شني دار مزيان اظن الشيخ العثيمين يبقى سماني يلا من وين العثيمين حالا ماني جلس عند الحديد روست شعبان يهكد الله عز وجل غسما الدنيا فيغفر لعبادي يغفر صني العباد لابد دي هو التبع حدد يغفر العباد تصور خش واخا تصور هذا وما ترخش غير المثال عاود المثال الامثله كني ونغسل الامثله هاك اللي ونغسل الامثله رخو تصور شي كتلا غادي تمغى في نشقت كي جدير بيت السيد ودي قاش خصك خصك مهارد قحداش خشب قغاري كيمشي حاجه نشغل نيقا خص غاميني غير نحاج انت دقت كي كدير بيت قاقت كي كديني دير بيت زين لا اخصك تلا غادي تدي واتساب على السجن عام سيدي ستاري ديو عاد وجه تراغي دي ستاري دو اي وقت كيك يا صاحبي مي غاس غادي هويل مي غاس غادي هويل يا شاء الله يا كوش يقسق فسنج يا كوش مش سقان يضع الشمس في إصبع والقمر في إصبع والشجرة في إصبع والبغالة والحميرة اللي تركبوها كوش شخص غاس مي بيت غادي هويل شك بعد تغفاضي يود ويعد راس تغفاضي بجنة لا الله يتسمى دي هوادي سمح ديركوا سيدي العرش دي قيم يخوات تيران خاص ديني تيران خاص ديني تسمى الملائكات اتويد الملائكات غانكزن خاص يا اخي حنجاني حنجاني مزن خمي كزن قامه يا مني تقن الملائكه خمي ديك والله غاسم الاولى هذا بوشانو ابي وكاد غنسر موريتك كاد زري هنا هنا سي موريتك موريتك لأنه من من قارشني مخيقة وإذا سيديك يخصى تسند الحاجتني مخيقة وراجش هذا الشيخ راجش الشيخ نغراجش خواه تاي مخيقة اه تاي مخيقة ومينو ميدغي هو أصلا والسؤال هو مين ميدغي هو مين مين تواجب واش واجب خلاها دي هو مثلا هل الله ملزم أدي هو غا السماء الأولى زي السماء السابعة غا السماء الأولى ما حدا يخفى يودان ملزم بهذا يعني مجبر الله أدي هو سم بالسيف خاس السؤال نغلا السؤال وها واش الله مجبر أدي هو ما حدا يخفى يودان ما حدا يسحسي يودان يتسمى من سيني هل من مستغفر فأغفر له هذه يحس الله يتسمى واش ذيني تعلم الحديث الحديث المعروف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من مهم الله يهكو دغاغا وجنة يا دغا شنش عالصنغ ماني ديهكو مهم جيت توه يهكو دي تسمى دي الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل وهو 12 واحد نتجيرس الله يهكو تسجيرس إيه كوا دي تسمى مهم تيري الترام إيه كوا الله وخمي ديه كوا الله يعني واصين غوا يتسريبو مليح ولا واصين قاوة نشين توان غدي مزيانا الإخوان توان تغيمة دي مشا سقان توان قادم دراسة ماني توان تغيمة ماني توان تغيمة انتغيمة غالفة يعني المقاعد نستفن أخوي إني غري ندير مغربة دي فهمت المقاعد الناس تفني تسمى الجواني والنغنية نشين بدا نتا حنتغي ما غافا ما حنا نقصدع شي توا نقصدع توا نغ مشاكل خمي نتا حنتغي ما غافا ديني ودان وتويري نشاع ديني ودان نقصص ننضع لهذا من يمين سي قال المعلم قال سودي قاش قوا تويري خش الصبوره كاسو قال سودي قاش قوا تويري خش الصبوره قال المعلم ني كادا وراقش قيم غازات ما عندها تواري الصبوره يوقع موسم سي الله الله هو يتسري شيء بنادم خميس غير استغفى لهذه كود غاس إيه كود كيف ينزل وانا غيت همي قال خويا صندابير خويا مسرمان إينا أهل السنة والجماعات المعتزلات الجهميات إينا الفرقة يتسمى يبوهارين إيوي صندابير قال المشكل دي كيف ينزل ولا والمشكل لماذا ينزل واي وتسريبو مليح مثلا وأصلا الله أمين غير نحاجت إيش نحاجت الإخوان الله عما سويقي عاد انت غا مش سقان الله زقو من خلق ادم انت دي السماء الاولى من دو من ظهر اني تاي مامي سلم بي الله زقو من دي خلق ادم انت دي السماء الاولى ويقي عاد قاعد توجق عخ العرش العرش عما سويقي مخاس مامي
لأنه الثلث الأخير من الليل ويتنقضي على خصمواس. الثلث الأخير من الليل ويتنقضي على خصمواس. ربدا دين الثلث الأخير من الليل. واش تنعاش نجي تنقضي على خصمواس الإخوان؟ واش بويا تحت غاشي ومشان؟ شنجي ثمواس؟ ولا ستيف ذبوط تنعاش نجيرس؟ ممكن تحت غاشي ومشان دي ثمواس؟ ولا ستيف ذجر خط تنعاش نجيرس؟ نيغد واحد. ويتجي. ويتجي. واحد ثانيتا؟ اتو ياس شوي تتفذ واحد وثمينوت اتعقب ذي تسمى غالفا تفذ واحد قل ثمينوت يعني ربدا ديني الثلث الاخير من الليل مر الله ينزل في الثلث الاخير من الليل وقا ينزل ذي الوقت ينلو مدي خرق ادم اقت عدة لانه الثلث الاخير من الليل وينقضع خصمواس ويتنقضع عشر خصمواس الثلث الاخير من الليل ظريم المشاكل يتسمى غاسم غاي غاي مسرمن يا ربي الله يديه كل زيد الله ما زيد الشيق هذا السند عاشتني مختلقة براني غايد هذا الرأس يهوى تزير فوقي أو الداي مهم انت ذكا يهوى يهوى تقدروش أمان هو أن زي صدارة زير فوقي غاو الداي هو أن كيف كيف إذا وين 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 سنين يسن أمانة وين بنادم يعود في كيف كيف حاجة وين دام وين بنادم فلذلك فاق الجرس ما قال إنه تسن تنقص نغافين درع والشيخ نغبو شيء ما قوات جبوث قيمة تغرس الخو الشيخ أبو شيء ما لقيت حش خيوده ما قيت حش ذني خيوده تغرس قرخو الإشكال إشكال يتسمى غاس نغاغا غال فراق نغني برا أهل السنة والجماعة برينا يتسمى المجسمة تغرس قد مشكل وهو وشي هو تخيضان نغي هو دي الساسوان نغي هو دي الدروج نغي هو تخص الجوم نغي هو تقسغون نغي قد باراشوت قوة جيبوا الإشكال قدي الله مزيدي هو وشي هو دي تسمى والإشكال قدي النزول 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 وهو الله يهود أي طريقة سواء يهود مش نو أمان نغي هو تخيضانا مش نو بنادم نغي هو دي تسمى سباراشوتا مش نو نيطاون نغي هو دي تيارة نغي هو دي سجومة مش نو بناي وهذا غي تهمي مخدي هو والمشكلة قد وهو الله يهكود والله يهكود هاق المشكل من يجي يهكود أي طريقة لا يهم الكيف الخوش الشيخ أبو شيمي قالش الكيف مجهول يعني شتي نغانغ النزول نثبت النزول لله وننفي الكيف يعني الكيف غير معقول نيغ الكيف مجهول غانغ النزول معلوم هاق النزول يهكوت صافي غانغ الله غصدا قال مسألة يا الإخوان مسألة يا قد قام عقد يتصل يمكن عماس متحضام كني ودقن النقاشات خميتي لنا مودقن النقاشات دي منايا نغذ من مش تعرني تسمى الأشاعرة أهل السنة والجماعة نغذ المعتزلة هنا قانش الله غصدع يقدر هاد مش يقوضاني وانصي مجهول أوكي عدس نشين نودان قانش الله ظاني واجبوا الضاقع واجبوا واجبوا المقصود النص هو الضاع ظاني تواريد شك يمين يعني المقصود النص قالش لا المقصود النص وهو القوة الله مثلا قال الله هذه الساس ظانس دي جهنمة ما حدا تعمى يعني ظان الله واجبوا المقصود الزيس وهو ضلع عضو العضو النوم يقان ضاع لا يمين يعني ظن الله يعني المقصود زيس هو ذي القوة الله ذي العظمة الله مثلا وها أدس مشان يودن نغني إن قانس المفوضة المفوضة من تقن تفوض يعني قانش تنشين وان السين لا المعنى وظاني ولا يتسمى ذي جنحاشت نهائيا وان السين ذي جنحاشت نفوضه لله منيني من بين تسمى قناش منية من بين العلم يفوض الله ازاي سي غايخ في النسي انت تسنوها نشين واف نسين شاء يعني وان سين وان تأول ظاني وان قابل لغاص ظا مش قان اهل السنة وان تأول ظاني مش قان الاشاعرة الماتوريدية اوكي انا قناص المفوضة اتصل المشاكل غاصن قالوا يمسر من المساكين يمسر من العاديين يوسن ضابق انت الاسلام باباس دي ماس قد ونيت جد الله تغرس قد وني تقايه هون تغرس قال الإسلام ياه هون وهذا يسرى ديجل الإشكال عادي ماذا هم تتسدت النغط من غاف ديجل تغال عاد الكتب اللي تبهري سواتن جواتن سوار عما ستسلمي قال شنين خدم سمين سجل داقين قرموخ
ذاكره مزيان زاكسن. وقف صفه الصوار ديال العقل. خش شيخ ابو شيميوس ضابي لا قوة الصوار شا لا تشبه ولا تؤول ولا قوس اوبليجي قاش القاضي ديال القران الله غصدع غصم الصد الله غاس تسمي وثلاثي الطاويل الله غاس يجيف غاس يغنبو ماشي قوة السواق شو ماشي قابنا الموت السواق والله إذا ما من التقاض ما راش واز ما السواق ما راش واز ما تسنغو أغنبو من الله ما من هي التقاض لا غاس يغنبو ولكن شكوى نهرا ما تسنع دي غنبو مني دي العقل مش غادي آخر أو يعدر أثاو مات ويعدر ويعدر ما تشقى من إيه هنا موس طريقة يعني لا نهرا ما تسواق شكضاع الخون شخميدهم غيني غير إخوان الله غاستهم الصوت يلا التحدي خشيني شنو هذا ستوسيت من الصوت مني غنغشي غير العقل التحدي غنسرم ما روين وي بلا تم الصوت مني غاس نتا التني تم الصوت من الله ذي العقل نسغا داخل واز ما فيني وثيق قاشا ولكن ذي العقل نسغا داخل تم الصوت مني قتلين يوم يكشف عن ساق ها قتلين ها الله غاس الساق ها قشتم الصوت من الله واش توساج غير عقلني ولا واوتوماتيك صاحبي ونمي اوتوماتيك صاحبي فهم فهم لا تشبه اه لا تشبه يا يلا شك لا تشبه هو قيمش كمن على عقرنش من عقل عقرنش شدت لا تشبه ماشي شك تعان ديد الصفات تكبديه انت دي القرآن سو كميش ومن بعد قضي لا تشبه والمشكل وثيقي ويقيث الله سيمان تنس الله أرخون إن نعريب بان ذو يجي المشكل وهو يقرأ شيء هو معكم يسمع ويرى يد الله فوق أيديكم ذي مش سقان يوم يكشف عن ساق ذو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذي مش سقان قالت اليهود يد الله مغلولة الدقمار يقبل كش الصفات قيد القرآن ومن بعد شيني لا تشبه يا نفكت هذه الأحاديث عودت بدي الأحاديث وإن الله غاس خمسة الأصابع لم الزوار غاسم سيدوضا وتصور شك لا تشبه ايو لا تشبه الله غاسم سيدوضا كيفاش راجع يوم ما مي خمسة نيدوضا زعم ما مي تجي زعم ستة نيق سبعة نيق ثمانية نيق عشرة ما مي زعم خمسة لا لا تشبه ولكن قلت شي ديت خمسة يدوضا نفس يدوضا ني غارينش أثومت ليه دي قصد يا الله يضع الشجرة في إصبع ويضع الشمس في إصبع والأراضين في إصبع ورممشا ورب السماوات في إصبع وكامل الخلق بأكمله في إصبع يحسبش الأصابع تفض خمسة عاد نجبد الحادي والله حمال جبدي يا الله إين على البول يموت يموت معجوز فيزيكا بيش سقع إن الله يضع إن الله يضع الشجرة في إصبع موسع قيرخ مزيدي في الدم مهم الشجرة في إصبع يلا زيد جاء حبر من أحبار رسول الله يا محمد إن نجد أن الله عقد وفخت يلا هنغال حادث الإخوان وش الحسب وش الله غاس خمسة يضوضان نغلة أنحسب الأخوان الشين واش الله غاس خمسة يضوض إن جاء حبر من الأحبار يوسدي جنرفقين مولين جنرفقين مولين يصدغى الرسول إنس يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع إنس قان الشين قانو فغانق ذي الكتب النق ذي الكتب النق مولين اليهود قال الله يتسمى السماوات تقين تخيش وضوض أوكي ها واحد حسبت زيد والأراضين على إصبع اثنين حسبت والشجرة على إصبع ها ثلاثة والماء والثرى على إصبع ها أربعة وسائر الخلائق على إصبع ها خمسة فيقول أنا الملك ألا لا تجسم ولا تؤول ولا تمشسقان تفويض ولا تتحطيح ولا تقرقر ولا تبربر وهذا هو ما تغطيش ليد غاس خمسة يضوضان غال الله صاحبي مش قلاء أول قنش توري غيخ فينو غاري خمسة يضوضان شك تقاضي الله غاس خمسة يضوضان خمسة خمسة ومن بعد شيء لا تؤول وانضاع دوري تسمى شك ممث واسنا مش صغير جيت شكل عقر مش تزماض ولا تشافد ولا تكسد تصبناض واسنا ولا تفاقص تفعرض اللي خيا عصير مش صغير جدي تسمى لا تؤول شكوا جسم شاب شكوا كسبوا وكسبوا تصوات بين الله غاس فوز ديس خمسة يضوضان
اش قال في بدايه ندى صاحبي اخذ دقزن تجاب صاحبهم ما رواك شي تصواتني ده وزمت السور ما رمني غاك وضانت مغاف سمعني فاسن فغن دمو السار جيت تتظلمات غاس اخوان توادين والو يمسح يمسح امو يقال الله والرسول فينا نوجبنش الرسول إن شكيلتا يدي الرحمن يمنى الله الرسول الرسول نزرين الله ذي الإسراء والمعراج يعني المواصفات الإخوان بنادم قديم بنادم قديم يخسد يفهم خسد فهم ذا أثومة المسلم وبنادم قديم تغى أي حاجة مجهولة يتأكد خاص المواصفات يتخاص الإسقاط النية المواصفات النية غاكشك يغاس انت ذي العقل يعني انت الصحابة ذا الرسول تغاس نبول إشكال ذي الصفات من الله عمس تغاس نبول إشكال ذي الصفات من الله ذي الأشاعرة واش الأول منيني واش نتأول واش نفوض واش نتفوض تغاس نجي شدقة نهني توقع نص الله غاس جيف غاس جيف غاس غنبوب غاس غنبوب أموني نغامو غاس الكواسي غاس الكواسي من الشين مادام الشين تحتاج الكواسي رضي الله غاس يري الكواسي مادام الشين تحتاج ضاع رضي الله غاس يري ضاع ميزيس غيكز قدام غاسيس عما جهنامه ميزيس غيكز فوس هذي بز فوس دي جهنامه غادي كسعو تاقى الرحمة غاسي دوضان ميزيس نتكز قدوضان قيلنا في الحديث الخوعات الحديث الخوعات وهو الله يضع الشجرة في إصبع ونعق براجة أنزا ما يوافقيت ما يوافقيت ما يوافقيت الرسول قد غدتو أنزا واش الرسول الناس من تقاضي خارق فيقول أنا الملك من دسينا الرسول فضحك النبي حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر فضحك النبي حتى بدت نواجده إن شيء حشر من الزبان غموزينا تصديقا تصديقا لقول الحبر يعني من غاس من إن الحبر نمودين غاس الحق لأنه الرسول الناس شك غاك الحق ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إغراض خس الآية الناس والدينيشن برافو من تنيتك صحيح إذن خمد غثيني ذا الله غاس خمسة يضوضان ذي الحديث واش ذني تثقى ذي خمسة يضوضان مثلا واسطغ مش قين واش ذي سنس الشعني غادي سنبو الشعن واش المشكل هو واش يضوضان ذي سنس الشعني غادي سنبو الشعن خوات جيبوا ذي المشكل الشيخ والمشكل وهو الله يدى من الشك المشكل وهو الخالق اللي زيت تامن الشك يا مسرم واني خرق الكون يكمر ذا العالم واني قام الشك غاس خمسة يضوضان غاس ضا غاس تمسط غاس يفسن غاس غنبوب غاس انزان وغاس انزان يتشمى على الريحت عمر خبار اخوان بين الله غاس انزان يتشمى على الريحت تمك محرمة السلمت السلمي الله في الطاوين دي مجل وغاسر دنزان غاسر دنزان ردار ريحتي تشمت يعني الإسقاط بنادم خميد يختار عشان حاجة زي الخيال الناس يدخس الإسقاط الإسقاط يتسمن الإسقاط نحواج ني توارن تا كبير الناس المانا ينو ميتك الإسقاط خلاه يقارش لان تا قيت حذاجة منايا لان تا خسق عسيري منايا ما يمكنش الله انت ذي خايل إيجن المخلوق إيجن الكائن مثلا وغاس وحز وما يمكنش الخد تصور شك مثلا أنو شي جن مثلا نسقار تصور شك أبو هريرة نيغ الرسول سيمان تنس ومحمدا محمدا يامنا سكشي دا سنية سقش هل أدوات هميش غاس قد سقار نغضع الروبو واش هدي سقايا الروبو هدي سقايا الروبو غاس جن السيستم النغنيني غادي سقايا الروبو شنو بنادم شنو انت كشي داس ماتريال يعني رخو مثلا إيلون ماسك يصافا يسقى تايم ماشين يصافا ديسك سيكس ماتريال يتسمى يسقى الروبوت يروح يساسس دي محمد إن ساعة واحد اش صغار مش غير قدر تسمع هذا الروبوت أوكي يكشس ماتريال ني يكشس كوشي نعم سيدي يتسمى الشيمان ني مش غير قدر هذه السرسقي كابليث انتفاق كوشي هل تتصورم الرسول هذه صنع الروبوت وتجيبوه على شكل بنادم هذه يصنع مثلا على شكل شن حاجة النغنين ومستحيل هذه يصنع الروبوت على شكل بنادم لأنه هود من النت وراء نسي جرانت تيفس نسي جش جي فسي جيضا نسي خمسة يضوضا نسي كوش شستي قسي قراض القاضي وراض القاضي ما كيستيستي جيت يتندل دم وشو تيو شان تيو يا موسي سرس قضي الناس يناقشه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صح زيد الشيخ دار السجار ويقى دار السجار سجل إذا نبر من السوار السوار على حسب من غانغي سجل ما را غانغور حاش تنو سجل شو ما خاص نسيور وزما سميني موكاس موكاس. إذا ما يميتي دي هذا القرآن حسي هو السؤال. إذا ما من توصف الله ما نشوى زما غيتسمى وزما غتشكل الله ذي العقل نشوى زما غتعقل الله. إذا لماذا تصفه لي ما من توصف الشكل حاجة نشسند بالله شوى زما غتعقل قتلتي بوهريه